نقدم شكرنا واعتزازنا لجلالة الملك على التوجيهات اللي صدرت من مقام سيدي صاحب الجلالة، الله يحفظه لحبه لهذا الوطن وأهله على ما تفضل به من رعاية لهذه المدينة العظيمة دي، عن التراث العظيم دي، يعني محافظة المحرق وما تحوي من إرث عظيم، وأطلق عليها اسم نعتز به، بالإضافة إلى الأسماء اللي أطلقها من قبل، قرة عيني، أم المدن، أم يعني الروح الوطنية. وأعتقد أن المبادرة سريعة من صاحب السمو رئيس الوزراء الله يحفظه لتلبية هذا التوجيه من قبل جلالة الملك بالكلمة، بإصدار توجيهات إلى الجهاز التنفيذي بالحكومة عن البطء في الأمور دي وتنفيذ كل ما جاء في خطاب جلالة الملك الله يحفظه. نتقدم بالشكر الجزيل إلى المقام الصامت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الولاية العظام، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد رئيس الوزراء الموقع على المرقبة اللي أدلجت صدور يعني أهل محمد جميعا. صار توجيه أمس من عقب الجلسة، يعني حتى وزارة الإسكان اجتمعوا العصر على حساب التوجيه اللي ياهم بالنسبة حق بيت عيسى الكريم. وفي اسبوع الجاي بعد باذن الله في قرار بعد يسال اهل القضيه الاساسيه اللي توضحت هي قضيه تفعيل دور المباني في المدينه. نحن في عهد الماستر بدلها ولعل توجيه الصادق لسمو ولي العهد وضع خطه تطويريه لمدينه المحرر يثلج الصدر. هذا يدل دلاله كبيره جدا على مكانة المحرر لدى جلالته، والمحرر فعلا هي تستحق كل ذلك، لان المحرر هي اساس الحكم، والمحرر هي موطن الحضاره وموطن الثقافه وموطن التعليم وموطن الفن وموطن الرياضه، فالمحرر تستحق وجلاله الملك له نظره ثاقبه في ذلك. فنتوجه بالشكر الجزيل لجلالته، وكذلك نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على سرعه انفاذ هذا الامر السامي وتوجيه الحكومه بوضع خطه عمل سريعه نحو تنفيذ الامر السامي. Thank you.